اهلا بيكم يا جماعه في حلقه جديده من حلقات سلسله اسلحه الجيش المصري، اللي بنتكلم فيها عن كل الاسلحه اللي بيستخدمها الجيش المصري من اسلحه خفيفه واسلحه ثقيله واسلحه مشاه. والنهارده ان شاء الله هنكمل كلامنا عن اسلحه المشاه الخفيفه، وهنبدا نتكلم عن المسدس حلوان او المسدس المعروف بالايطاليه باسم بريتيا ام 1951. والمسدس حلوان هو مسدس 9 ملي نص آلي، اتطور عن طريق شركات الاسلحه الايطاليه وجه مصر تحت مسمى حلوان، وهو مسدس 9 ملي نص آلي اتطور في اواخر الاربعينات وبدايه الخمسينات. تم ادخال المسدس حلوان للخدمه في القوات المسلحه الايطاليه وقوات الامن الايطاليه تحت اسم موديلو 1951، وبيستخدمه الجيش الايطالي وقوات الامن في دولة ايطاليا. تم استبدال المسدس ده بطراز بريتيا ام 1934. ولما نيجي نتكلم عن تاريخ السلاح بريتيا 1951، هنلاحظ ان المسدس ده بدأ ان هو يتم انتاجه عن نطاق قليل جدا، وكان تحت التجربة سنة 1953. ولكن مع مرور الوقت وبعد مرور بالتحديد 3 سنين من انتاج المسدس، هنلاحظ انه بدأ يتم انتاجه على نطاق واسع سنة 1956، وبدأ النطاق ده يتسع لغاية سنة 1980. الدفعة الاولى من السلاح ده كانت من الطراز المميز، واللي اخذت مصر جزء منها وبدأت انها تصنعه محليا بعد ما عملت عليه بعض التعديلات. وانتجت مصر من السلاح ده حوالي 50,000 قطعة، وعملت فيه بعض التعديلات زي ما قلنا، عشان كده اتسمى باسم حلوان. بس هو قبل كده كان اسمه بريتيا ام 1951، لانه كان من انتاج شركات ايطالية. ولما نيجي نتكلم عن مستخدمين السلاح ده، هنلاقي في اوائل الدول المستخدمة ليه هي مصر والعراق ونيجيريا وهايتي وايطاليا وليبيا وتونس. وكده يا جماعه نكون وصلنا لنهايه حلقه النهارده، وانا عارف طبعا ان الحلقه ممكن تكون قصيره جدا، وده بسبب ان المعلومات المتواجده عن السلاح اللي احنا اتكلمنا عنه النهارده معلومات قليله جدا، لان السلاح ده يعتبر من اقوى الاسلحه الخفيفه اللي موجوده مع مشاه الجيش المصري، وانتوا عارفين ان الاسلحه بتكون نوعا ما سريه شويه، فاحنا اكتفينا بالقدر ده. وهتلاقوا كل اللينكات بتاعتي تحت في الديسكربشن. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. السلام عليكم.